الحقيقة في الفنانة هند عبد الحليم، وكان بعد كده صابرين والصاوي، ويعني بعض الفنانين اللي بيستخدموا حقن التخسيس عاملة لهم مشاكل ضخمة جدا جدا، ربما تصل أحيانا إلى بعض الشلل في بعض الأعضاء الحقيقة. وعايز أقول لحضراتكم إن المسألة بدأت تبقى منتشرة انتشار، يعني الإنسان مثلا يبقى محتاج مثلا يمشي شوية ويعمل دايت لمدة شهرين ثلاثة ويبقى زي الفل، بس الكسل يقول لك، وفي كده الحاجات الحقيقة قليلة الأدب اللي بتتعمل على السوشيال ميديا، يقول لك بدون رياضة وبدون مشي وبدون كذا وبدون كذا هعمل معاك أديك برشامة مش عارف إيه، وبيستغلوا حاجة الناس والناس بتروح تقبل عليها، والحقن بدأت تبقى منتشرة انتشار غير عادي الحقيقة، تعمل مشاكل كتيرة. معي الدكتوره استاذ دكتور ايناس شلتوت، استاذ امراض سكر بكليه الطب في القصر العيني. دكتوره ايناس حمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. دكتوره زي ما سمعتي ان في يعني لولا ان بعض الفنانين اصيبوا ببعض الامراض نتيجه لتلك الحقن ربما الموضوع ما يثارش قوي، ولكن هناك في هاجس وخاصه عند كثير من السيدات في استخدام تلك الحقن. ايه الحكايه؟ اولا لازم نعرف نوع الحقن ايه، لان دلوقتي ابتدى يبقى فيه حضرتك حقن غير متوافق عليها على الاطلاق من هيئه سلامه الدواء الامريكيه، ووجد ان في بعض الاطباء بيحقنوها في العيادات بتاعتهم، وفي حقن تخسيس موضعي، يعني في حاجات اصلا لا اساس لها طبي حتى الان، وبعض الناس بتستخدمها. وبرضو عايزة أقول إن بعض يعني الوسط الفني وكده ممكن يكون بيستخدم. فأول حاجة لازم نعرف إيه نوع الحقن اللي هي اتخذت. إذا كنا بنتكلم بقى على الحقن التخسيس اللي هي ثلاث أنواع مشهورة جدا ومتوافق عليها من هيئة سلامة الدواء الأمريكية، اللي هي أصلا كانت أدوية سكر ولكن سمح باستخدامها كأدوية تخسيس، فلازم نعرف طريقة عمل هذه الحقن عشان نعرف المشكلة اللي ممكن تحصل منها هي ايه. هي بتشتغل على مكانين في الاساس، اول مكان على مراكز الشهية في المخ، فبتقلل من الشهية عن طريق المخ. الحاجة التانية انها بتشتغل على المعدة، فبتقلل من حركة المعدة، تعمل كسل في المعدة. فالشخص بدل ما هو بياكل مثلا كل ثلاث ساعات معدته بتبتدي تفضى ويحس ان هو جعان، لا بيقعد فترة اطول مش بياكل. وبالتالي هذه هي طريقة عمل هذه الادوية. خلينا نقول ان هذه الادوية دلوقتي ابتدت تنتشر بشكل عالمي بشكل كبير جدا، لدرجة ان احدى هذه الادوية هو تاني علاج على مستوى العالم بيتباع، يعني بيتباع اكتر من البنادول وبيتباع اكتر من ادوية الحموضة بتاعت المعدة، يعني دواء بيتباع بشكل تجاري بشكل عالي جدا، وبالتالي هو منتشر للغاية. تاني يا فندم، تاني يا دكتورة، ده دواء بتاع سكر يا فندم ولا بتاع ايه؟ اللي هي ادوية السكر اللي هي سمح باستخدامها كأدوية للتخسيس. دي بتتباع بدرجة كبيرة جدا، وبالتالي طبعا مع اعداد المستخدمين قد تظهر لها اثار جانبية، ومنها الاثر اللي حضرتك قلت ان هو حصل شلل في المعدة. هو ما فيش دواء بدون اثار جانبية، يعني قرص الاسبرين نفسه قد يكون له اثار جانبية خطيرة. ولكن خلينا نقول نصيحة للمستخدمين، نحاول ان احنا ما ناخدش الجرعة الكبيرة، يعني نحاول ان احنا ناخد جرعات صغيرة، لان غالبا الجرعات الصغيرة بتجيب نتيجة كويسة جدا. يعني لو ابتدينا بجرعة صغيرة وبالتدريج زودنا حسب الاحتياج، لان احنا مش لازم اوصل للجرعة الكبيرة عشان اخس بسرعة قوي، لا خليني اخدها بالراحة وبالهادي، وممكن بدل ما احنا عايزين نخس مثلا 10 كيلو مش لازم اخسهم في شهر، انا ممكن اخسهم في 3 شهور. يبقى في الحالة دي استفيد بفايدة الدواء، وفي نفس الوقت احاول ان انا اتجنب المضاعفات اللي ممكن تحصل منه. حضرتك كنت كلمتيني وانت على موضوع الحيوانات والطب البيطري والتشريح والمساله دي كلها، واتصور دكتوره ان دي محتاجه حلقه، حضرتك تشرفينا لو عندك ماده وكده. الموضوع مهم جدا يا فندم، موضوع مهم جدا، الفيديوهات ماليه سوشيال ميديا، ويعني انا يعني اكون سعيده جدا لما حضرتك تتناول موضوع احنا بنعتبره ان ده
يعني صورة مصر طبعا ما فيش حاجة دلوقتي، يعني حضرتك عارف ما فيش حاجة بتستخبى، يعني كل أكيد الناس فعلا. بتشوف من بره كل حاجة بتحصل. فإحنا دي صورة مصر، وده تعليم للأطفال العنف. يعني إذا كنا إحنا عايزين الجيل الجديد يصبح جيل سليم نفسيا سوي رحيم بيحافظ على بعضه أخلاقياته كويسة، يبقى إحنا لازم نعلمه الرحمة. هنتناول الموضوع أكتر من مرة دكتورة، قاعد حضرتك كده شرفتيني وأشكرك شكرا جزيلا أستاذة الدكتورة إيناس شلتوت.